وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة ولاء عبد الله بدو، رئيس مشاريع البناء بوزارة الإسكان. مساء الخير سيدة ولاء، وبداية، كيف وفرت مدن البحرين الجديدة بيئة حياة ممتازة للمواطنين؟ مساء النور. بالنسبة لمدن البحرين الجديدة، هي ثمر رؤية الحكومة الموقرة وخطط وزارة الإسكان لتوفير جودة السكن للأسرة البحرينية، طبعا ذلك التزاما بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، ببناء 40,000 وحدة سكنية، وطبعا التزاما بتنفيذ برنامج الحكومة الموقرة. ووفرت هذه المدن من خلال رؤيتها مبدأ هام اللي احنا دائما نركز عليه، هو مبدأ الاستدامة ليتوافق مع الهدف المحلي بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني، وكذلك مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11 اللي دائما ننوه عليه، وهو يعني بناء مدن مستدامة مستوطنات بشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة. طبعا وفرنا كثير من الخدمات النوعية والمرافق اللي تلبي حاجة المواطن البحريني داخل حدود المدينة نفسها. نتكلم طبعا عن خدمات تعليمية، دينية، رياضية وتجارية وغيرها من الخدمات المهمة للمواطن البحريني. وفي جانب مهم ركزنا عليه هو الجانب الصحي والرياضي البيئي. نعم. أثناء تخطيط هذه المدن. سيدة ولاء. نعم. تفضلي سيدة ولاء. نعم، طبعا الجانب البيئي والصحي مهم جدا. وزارة الإسكان أولت وزارة الإسكان الجانب البيئي اهتمام كبير جدا، ويعتبر جزء رئيسي من عملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير المساحات الخضراء المفتوحة والحدائق والواجهات البحرية ومناطق الألعاب للأطفال وملاعب رياضية وغيرها، طبعا من الخدمات الأساسية اللي تلبي رغبات المواطن البحريني واللي تضفي جو ملائم ومفعم بالترفيه داخل حدود مدينته. كما ركزنا أيضا على استخدام مواد تكون صديقة للبيئة، وهذه المواد أيضا ترفع من جودة حياة المدينة، بالإضافة إلى تشجير الشوارع والأحياء السكنية، علاوه على توفير مسارات خاصة مثلا للرياضات مثل المشي والدراجات الهوائية، والهدف من هاي كلها هو رفع جودة حياة المواطن داخل هذه المدن. نعم، المهندسة ولاء عبد الله بدو، رئيس مشاريع البناء بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.